وراح يكون عندي بوابة اللي هو بوابة أور، المفتاح A و B، هذا راح يكون توازي، الخارج تبعهم توالي مع C و D. نقول هنا C يكون C و ودي. أعتذر عن الرسم، يعني هذه الطريقة الوحيدة حاولت أحصل برنامج يعني يكون على الماك، بس ما لقيت، ما في إلا برنامج الشركة ويكون على الويندوز في الغالب، أو لازم اللي هو فيرتشوال ماشين، يعني نزل اللي هو نزل الفيرتشوال ماشين عشان أشغل عليه ويندوز اكس بي او اي ويندوز عشان انزل النظام الجديد. فلاحظ عندي A و B، هذه بوابة الـ OR، يعني هذه راح تكون بوابة الـ OR، هذه بوابة الـ OR، وهذه عندي الخارج تبعها على مع يعني هذه كاملة مع بوابة العرض. بوابة العرض واضحة يا شباب، هذه ما أتوقع فيها إشكالية. طيب المفاتيح هذه بطبيعة الحال راح تكون عندي في المعمل، إيه ايش راح تكون؟ هاي يا شباب، المفاتيح راح تسمى باسم اللي هو اللي موجودة في المعمل I0.0 I0.1 I0.2 3، والخارج أكيد راح يكون Q4.0 أو Q5.0. طيب خلينا ناخذ البوابة الثانية، فقرة B، البوابة 1، كم مفتاح عندي؟ 1 2 3 4، اوكي، والخارج عندي اللي قبل ما يجي على البوابة الأخيرة الآن 1 2 3، فناخذها من البوابة اللي هي OR، نحط البور هذه فقرة B، بوابة اور، يعني راح يكون عندي مفتاحين على التوازي، هذه ايه هذه بي، مرتبط الخرج تبعه مع بوابة AND، يعني راح يكون هذا AND توالي، يعني هذا الخرج تبعه توالي مع بوابة اللي هو بوابة C. طيب C هنا في بوابة قبل مفتاح C NOT، ايش اسوي فيها؟ هذا نحط خط بين العمودين اللي هو normally closed، راح يكون منفذ الخط. طيب وعندي بوابة كمان اور ثاني هنا، فايش الحل؟ راح تكون على التوازي معه، يعني هذه راح تكون، طيب هذه بوابة ثانية كاملة، هذا كامل، شق كامل حاله، هذا ايش راح ارسم هنا؟
ترسم السي وتحتها الدي. ارسم السي منفي، اوكي ايوه نورمال كلوز راح يكون على التوازي مع الدي. على التوازي مع دي. طيب هل راح ارسمه هنا؟ لا تحت بعد ال بعد الـ A تكون السي على التوازي مع الدي. يعني راح يكون السي كذا. طيب راح يكون ما في بهذا الشكل. طيب وبعدين تحت السي على التوازي اللي هو أسفل السي راح يكون مفتاح دي. هذا مفتاح الدي. يعني هذه الجزئية كاملة اللي تمثل هذه. اوكي توالي مع هذه الجزئية كاملة، وبالتالي راح يكون الخرج عندي ايش؟ اللي هو واي. في طرق أخرى راح نتحدث عنها إن شاء الله لاحقا، طرق أخرى. إني هو المفترض إنه يكون عندي أكثر من نتورك عشان أفصل فيها، يعني أكثر من شبكة، ولكن الطريقة هذه صحيحة. فعندي الـ A والـ B توازي، الـ C منفي توازي كذلك، وهذه وهذه توالي مع اللي هو راح يكون خارج عندي واي. طيب خلينا ناخذ جزئية، هي الجزئية هذه عندي A و B، عندي مفتاح A توالي مع مفتاح بي، الخارج تبعهم توازي مع هذا الواي، وين راح يكون السي؟ عندي الـ A والـ B توالي توازي مع السي. طيب اللي بعدها هي الدائرة هذه، عندي A و B هذه A توالي مع الـ B، وبعدين اللي هو توازي مع الـ C. وهنا عندي البوابة AND مع البوابة OR اللي هي هذه كاملة بالمجمل، الخرج تبعهم كامل راح يكون مع اللي هو الـ D. مع اللي هو الإي منفي، راح يكون عندي الإي
مهم فيه. هنا الواي وهنا الاي مهم. طيب والاي نفس الفكرة يعني. A و B مفتوح على التوازي مع C و D التوازي كذلك، بعدين نجمعهم اللي هو توالي مع اللي هو خرج ال A وال B وخرج ال C وال D. واضح يا شباب؟ طيب خلينا ننتقل ل الفانكشنز. اليوم ناخذ بعض الفانكشنز بعض الدوال. تواصلت مع المهندس حمد، وفي كثير من الطلاب الى الان يعني بوابات اللادر في عنده اشكاليه فيها، فلذلك لازم تجتازوا هذه النقطه عشان نقدر نطبق التطبيقات اللي هي القادمه ان شاء الله. فعندي different function اللي هو البرنامج اللي احنا شغالين عليه. عندي هنا مثلا فكرة اللي هو and before or. and before or عندي هذا البلوك ديجرام او الديجرام اللي هو العام. نلاحظ انه عندي بوابة هذه يقول لك and before or، فعندي بوابة الاند هذه وبوابة الاند هذه راح تكون قبل تصير عملية اللي هو عملية الاور. عند الاس 1 والاس 2 يعتبر اللي هو يعبر عن مفاتيح اس 3 اس 4 بطبيعة الحال هي كلها نورمالي اوبن. فعندي اس 1 خصصت له المفتاح او المعامل اللي هو اي 0.0، اس 2 اي 0.1، اس 3 اي 0.2، S4 I0.3. ولاحظ انه عندي ال NO contact اللي هو المقصود فيه normally open، يعني طبيعة المفتاح انه open ما راح يكون مغلق. فكلها عبارة عن السويتشات on off، بس هذا بطبيعة يكون on عفوا open، راح يكون بطبيعة الحال هو مفتاح لسه لم يتم توصيله. وعند اللايت اللي هو كيو 4.2، لاحظ انه باللادر بهذه الطريقة. لاحظ انه الخرج لو ابغى تب التغيرات اللي تحصل على الخرج لابد انه يكون اي 0.0.1 موصل، يعني لازم السويتش هذا مغلق، السويتش هذا مغلق عشان يشتغل اللي هو يعمل، يعني في شرط لابد منه. راح يكون اي 0.0 اي 0.1 and before or. شو المقصود فيها؟ المقصود فيها انه عملية الاند اذا لم تتحقق ما راح يعمل سويتش. ففي الحقيقة الخط هذا او الخط هذا، فتأثير الاند اوكي يكون اكثر من تأثير الاور. هذه نقطة. النقطة الثانية، عملية الاند او الجيت بوابة اند تحصل قبل كذلك الاور. لاحظ لو شغلت هو المفتاح هذا، المفتاح هذا ما راح يعمل هو الخرج. ولو شغلت هذا المفتاح وهذا المفتاح وهذا كان اوف، هذا وهذا اوف، ما راح يعمل. لابد ان يكون خط كامل راح يعني يتم توصيله، سواء اي 0.0 كسويتش عشان اللي هو افعله خليه كلوزد اقفله، 0.1 اقفله، او 0.2 0.3. هذه تمثيل اللي هو اللي هو بالبلوك ديجرام او الاف بي الفانكشن بلوك ديجرام. هذه باللادر، هذه فانكشن بلوك ديجرام. لاحظ انه الاند كذلك نفس الشيء بيفور الاور، الاند بيفور الاور، سواء اللي هو السويتشين اللي هنا والسويتشين اللي هنا. طيب عندي العكس اللي هو اور بيفور اند، اور بيفور اند، يعني لو عكستها خليت الاور قبل الاند
نفس الشيء راح يكون هذا الديجرام. انا اللي يهمني هذه الجزئيه اللي تهمني، وهذه دائما راح تكون مطالب فيها سواء في المعمل او في النظري اذا اديتك تطبيق، انه تكتب لي السويتشات في الاساس ايش هي، عباره عن ايش في السامبل مثلا كسويتشات لو حبيت استخدمها في البدايه، او مباشره اللي هو الاوبراند اللي هو المعاملات المفاتيح الاساسيه والمخارج، وتشرح لي عنها اللي هي ايش طبيعتها. فعندي هنا اي 0.0 0.1 كلها نورمالي كونتاكت، نورمالي اوبن كونتاكت، سويتش اول وثاني وثالث ورابع، والخارج اللي تم تحديده اللي هو Q4.3. لاحظ عندي هنا اي 1.0 هذه تم تغييرها بعد نسخها، هذه المفروض تكون اي بدل الاي اي، هنا اي هنا اي اي اي. فبطبيعة الحال راح تكون لابد ان يتحقق اللي هو الاور قبل عملية الاند بين اللي هو الفرعين. فعندي هنا فرع اور وهنا فرع اور بينهم عملية اللي هو عملية الاند. لو راح ابغى اشغل الخرج راح يكون هنا لازم اقفل السويتش، اوكي، سواء هذا او هذا، يعني هذا او هذا مو شرط، يعني هذه اثنين تؤدي نفس الغرض، يعني سواء قفلتهم اثنين او قفلت واحد منهم عملية اللي هو اور. لو نشوف التروث تيبل تبعها عملية اور، فقفلت هذا او هذا وقفلت كذلك اي واحد في هذول اثنين بدون ترتيب راح يديني الخرج او يعمل الخرج. كذلك البلوك ديجرام لاحظ انه الاور قبل الاند، الاور قبل الاند وبالتالي الى الخرج اللي هو بعد عملية الاند. بول فور سيجنال ستيت زيرو، هذه مهمة جدا. عندي لو كان عندي مفتاحين اللي هو على اللي هو التوازي بوابة اور، وتم نفي مفتاح واحد من المفاتيح تم نفيها، لاحظ انه عندي اس 1 اس 2 اس 3 والخرج اي 0.2 هذا نورمالي كونتاكت نورمالي اوبن كونتاكت نورمالي اوبن، يعني هذا بطبيعة الحال مفتاح اوبن بطبيعته، هذا نورمالي كلوزد اللي هو بطبيعته مغلق. اوكي، فراح يكون هنا الخرج عندي واصل، اول ما اشغل الدائره راح يكون هذا واصل. ليه؟ لانه الاي 0.3 اذا كان مغلق يعني راح يكون عندك من البنش نفسه مغلق، لكن انا نافيه، اوكي، فراح يكون اون، يعني راح الباور واصل من هنا. لو كان اوبن في الاساس راح يكون الباور واقف هنا، التغذيه واصله هنا، لكن لما تغلق يكون منفي اللي هو كان صفر وخليته واحد منفي، فراح يغذي الخرج وبالتالي راح يكون اون. بطبيعة الحال اي 0.2 لابد اني حتى سواء اغلقته او خليته مفتوح بالحالة هذه الاولى راح يكون الخرج عندي مفعل، الا في حالة انه اي 0.3 الا في حالة انه اي 0.3 انه اللي هو تم تغييره من الزيرو الى الون، من الزيرو الى الون. دائما لازم تعرف ان المفتاح طبيعته نورمالي اوبن او نورمالي كلوز. اذا كان نورمالي اوبن وانا ما فعلته، يعني ايش المقصود اني فعلته؟ انه احوله من حالته زيرو او اوف، اوكي، اللي موجود قدامي في الـ في الـ في الـ على البنش اللي هو على الفاتحه البي ال سي. فإذا كان بطبيعته off وأنا في الجهاز أو في البرنامج خليته normally closed فراح يعطيني one. ليه؟ لأنه هو منفي، هو صفر أصلاً، وأنا نفيته فراح يديني one، فبالتالي الخارج راح يعمل. أوكي، أما إذا كان العكس، إذا كان normally open والمفتاح الأساسي normal يعني راح يكون off بطبيعة الحال راح يكون الخارج off. أما إذا كان شغلته بطبيعة الحال راح يعمل الخرج او يوصل الباور الى اللاين اللي بعده او الستيب اللي بعده. فهذه انتبهوا منها المفاتيح واللي هو طبيعتها، هل هي نورمالي اوبن او نورمالي كلوز. اوكي، اكسليوسيف اور اوبريشن، هذه معروف الاكسليوسيف عندي، سواء حبيت استخدمها يوجد لها بوابه كامله هي اكس اور، أكيد إنه عندي الأساسية أساسا، يعني عندي لاحظ هنا مفتاحين مشتركة
مرة المفتاح الأول نفس المفتاح نفس التسمية i1.0 i1.0 مرة يكون normally open ومرة يكون normally اللي هو closed. فأنا أعرف إنه هذا مفتاح في الأساس راح يكون s1 أو s0 زي ما هو مذكور في الجدول s0 يعني راح يمثل لي هذا وراح يمثل لي هذا نفسه اوكي وهذا راح يكون اللي هو s1 اوكي راح يمثل لي برضه نفس الشيء هذا وهذا مفتاح طيب بطبيعه الحال i1.0 راح يكون اوف اكيد اني ما قبل ما اشغله فراح الجزئيه هذه الاساسيه راح يكون الباور واقف عنده هنا يعني التغذيه واصله هنا اوكي بينما i1.1 في اللاين هذا نورمالي كلوز اوكي فهي تحتاج تغذيه من هنا اوكي يعني اذا ما شغلت هذا ما راح يعمل طيب هنا العكس هنا العكس هذا نورمالي كلوز وهذا نورمالي اوبن يعني لو شغلت i1.0 حولته الى ال1 شغلته انا فتحت المفتاح اوكي رفعته الى الاعلى اوكي راح يوصل التغذيه الى ال4.0 اوكي لو طيب رجعت المفتاح هذا الى الاوف وفعلت اللي هو العكس راح توصل كذلك التغذيه الى هنا ففي حاله انه كانت المفاتيح الاساسيه متنابعه يعني مختلفه 1.0 1.1 راح يعمل إذا كانت متشابهة راح لا يعمل لأن الخلج راح يكون off وهذا اللي يطبق لي truth table تبع اللي هو الإكسور بوابة الإكسور هذه عن طريق بوابات or و and فقط ولكن يوجد في نفس الجيت الإكسور كاملة موجودة ولكن هذا اللي يبغى يتبع اللي هو عملية الإكسور البولينج اوت اللي هو اوتبوت هذه مهمه جدا راح نستخدمها الان بطريقه وراح بعدين نعرف طريقه اخرى افضل اوكي ولكن هي نفس الفكره تعتمد على نفس الفكره عندي هنا الان مفتاح i1.0 i1.1 اوكي عندي الخرج اللي هو q4.0 q4.0 في الاساس راح يكون الخرج اوكي الخرج انا اعتبره هذه الطريقه الان مؤقتا نعرفها وبعدين نعرف طرق اخرى اي تغيير يطرا على Q4.0 راح اشوفه انا على اللي هو على اللوحه اللي فيها اللايت اللي خاصه بالخرج اللي هو الليد اوكي هو الانديكيتور لايت اللي هي الليد اللي يمثل Q4.0 الى Q4.0 5 وQ5.0 إلى Q5.7 فراح أنا أشوفها على اللي هو على البنش الأساسي لاحظ إنه المفتاح الأساسي هنا i1.0 i1.1 اوكي لو هذا طبيعة نورمالي اوبن نورمالي اوبن اوكي لو فعلت هذا قفلته وهذا قفلته راح يعمل الخرج هنا اوكي طيب مجرد انه لو مثلا Q4.0 كل مفتاح من هذه لها ادرس لها عنوان اوكي الادرس هذا اوكي الخانه هذه اللي انا خصصتها للمفتاح هذا او للخرج هذا او المفتاح هذا او هذا لها لا لو اخذنا مثلا بت لها خانه لها قد تكون 0 وقد تكون 1 قد تكون 0 قد تكون 1 اذا تم تفعيل ال i1.0 وال i1.1 اذا تم تفعيلهم راح يعمل اللي هو q4.0 طيب ال q4.0 إذا اشتغل أو صار on راح نفس أنا استخدمت نفس العنوان نفس الأدرس هذا راح يتحول عندي اللي هو المفتاح هذا من off إلى on
بطبيعة الحال. فالاي 1.2 لو شغلتها راح يعمل، الاي 1.1.2 لو شغلتها راح يعمل. يعني هنا في كونديشن انه اذا اشتغل هذا راح يشتغل اللاين هذا، اوكي اشتغل هذا اللاين اوكي او اشتغل او جاله واحد هذا راح يتم اللي هو تخزينه. راح يتضح اللي هو فكرتها الأساسية في اللي هو الشريحة اللي بعد إن شاء الله. فعندي هنا جعلت من هو من الخرج هذا كأنه شرط أو كونديشن هنا لتفعيل هذا اللي هو الخرج، اللي هو الخرج الآخر اللي هو Q4.1. وهنا عملية تحويلها بالبلوك ديجرام. Inserting Networks هذا بالبرنامج وموجود مفروض أنه تم تطبيقها في المعمل، ولكن للتذكير عندي هنا الأيقونة الخاصة فيها أني أنا أبغى أضيف شبكة، لأنه Network أضيف العنوان وبعدين أضيف شبكة أخرى عن هذا بهذا اللي هو عن طريق هذا المفتاح، أو من فوق Insert وبعدين Network تضغط على Network، أو بالاختصار اللي هو على اللي هو التولز اللي موجودة على في اللي هو في الشريط حق الأدوات. طيب اللاتش سيركت هذه جدا تطبيقها ممتاز ويوضح الفكرة السابقة. بإمكان إني أستخدم الخرج ذا كمفتاح أو كشرط ككونديشن. طيب اللاتش سيركت with the PC اللي هو له كلمة اللي هو switch on dominant اللي هو يعتبر يعمل لي كفترة مؤقتة لما ياخذ اللي هو قيمة وبعدين يتم تخزينها. طيب لو نلاحظ هنا عندي مفاتيح مفتاحين، هذا I1.0 normally open وهذا المفتاح الأساس اللي هو I1.1 normally closed. طيب لو لاحظنا المفتاح I1.0 راح يكون off، في الخارج هنا عندي راح يكون off. ال 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 Q4.0 اللي هو اللي حددته أنا العنوان هذا الأساسي أو كخرج، أوكي متصل هنا موجود هنا في اللاين هذا. فلاحظ إنه اللاين هذا يحتوي على، نستطيع القول إنه عندي شرطين أو مفتاحين، واحد منهم خرج بس أنا أعتبره مفتاح الآن، وهذا عندي كذلك مفتاح بس normally close يعني مغلق. اوكي فاستطيع القول انه لو الان هنا I1.0 يعني ما خليت طبيعه السويتش، اوكي لو لاحظتوا هنا انه خليته بوتون بوش بوتون اللي هو مفتاح ضاغط، يعني نفس المفتاح اللي موجود عندك في البي ال سي راح تلقى المفتاح يكون في الوضعيه الطبيعيه اوف، لو رفعته للاعلى راح يكون اون، بينما لو رجعته للاوف وضغطته للاسفل راح يكون كانه مفتاح ضاغط مفتاح ضاغط. اوكي فاذا ضغطته راح يعمل. فانت بمجرد انك ما ابغى اقول لك السويتش، ما ابغاك تعتبره سويتش، ابغاك تعتبره بوش بوتن. اوكي فانت بمجرد انك تضغط عليه زي كانه مفتاح على الكيبورد، مجرد انك تضغط عليه راح يتحول الخرج اكيد انه راح يصير اون. اوكي وصل له الواحد، وصل له التغذيه، فراح يخزن هذه القيمه هنا يعني مباشره في اللحظه، لانه عندي انا سايكل دائما واستطيع احدد وقته سريع جدا بالملي سكند للبي ال سي. فهو راح يشيك على العنوان هذا، العنوان هذا وجد انه اللي هو قيمته واحد، فراح يكون واحد هنا. فمجرد اني انا ارفع يدي من البوش بوتن هذا اللي هو I1.0 اوكي خلاص اوريدي هذا صار واحد وهذا صار واحد، فخلاص انتهى دور الاي 1.0 انتهى دوره، فراح يصبح اللي هو اللاين هذا كامل وفعل. يعني الان نعيده، الان انا عندي خلينا نرسمها بلون مثلا، في البداية راح أضغط على المفتاح هذا مفتاح ضاغط، أوكي؟ فراح أضغط عليه فراح يتفعل عندي اللي هو الخرج هذا، الخرج الأساسي هنا، أوكي؟ بمجرد اللحظة اللي أنا ضغطت عليها أصلاً هذا already واصل، راح يتصل هذا كامل، أوكي؟ مجرد إني أنا أرفع يدي من البوش بوتون، أوكي؟ راح ينقطع هنا، هذا ينقطع انتهينا، انتهى دوره، أوكي؟ فراح يكون التوصيل مباشرة من هذا المفتاح من هذه الجهه. فاستطيع القول انه هذا يمثل الستارت، اوكي الستارت للنظام لو حبيت اسميه ستارت،
نظام ستارتر قبل على أنظمة فيها مفتاح مثلا ستارت، أوكي؟ فهذا يعتبر اللي هو ستارت. ستارت كتاب مو صعب جدا. طيب لو حبيت أقفل الخرج هذا إيش الطريقة؟ إيش الطريقة يا شباب؟ لو حبيت أغلق هذا، هل راح أضغط على المفتاح ذا نفسه؟ نضغط على المفتاح I101 يعني راح، أحسنت، يعني راح أضغط على هذا اللي هو نفس المفتاح هذا I0.1، هو بطبيعته كلوز، فأنا لما أضغط عليه بوش للأسفل راح يتحول إلى 1، يعني راح يصير أوف هنا عكس، أوكي؟ فبالتالي راح أقطع التغذية عن هذا العنوان وهذا الأدرس وهذا الخرج، بالتالي راح ينقطع هنا، فأستطيع القول أن هذا هو ستوب، يعتبر ستوب. في أدوات أخرى راح ناخذها إن شاء الله، لكن هذه يعني تعتبر اللي هو عفوا ستوب، ولكن هذا يعتبر اللي هو إيش، نظام بدائي ولكن يعمل بكفاءة، يعني نفس الأدوات اللي راح نستخدمها إن شاء الله لاحقا بإذن الله. وضحت الفكرة؟ هذه مهمة جدا. أنا أضغط على هذا راح يعمل، مجرد إنه يعمل أكيد إنه خزن واحد هنا الخرج راح يكون هنا واحد، كأنه يبغى يقول لك بس خلي لي مرة واحدة في لحظة واحدة واحد أنا عشان أشغل الخط هذا، أوكي؟ عشان أشغل الخط. طيب أنا خلاص انقطع اللاين هنا، لا هو عنده اللي هو العنوان اللي مستخدمه هنا واحد، خلاص استخدمه هنا واحد، كذلك وصل الباور هنا، وصل الباور هنا، أوكي؟ لو غيرنا هذا المفتاح خليناه نورمالي اوبن، مستحيل راح يعمل النظام نفس الطريقة، راح يشتغل اوكي، وراح يصير هذا 1، وراح يكون هذا ما دام هذا 1 هذا 1، لكنه ما راح يعمل، لا راح يقفل هذا، راح يكون هذا مغلق، لأنه هذا فترة مؤقتة فقط، تريجر اعتبره يعني زي النبضة بس واحدة، تريجر انا اديله نبضة واحدة فقط راح يصير اون، وهذا راح يصير ما دام هذا اون راح يصير هذا اون، لكن هذا يكون نورمالي اوبن، فبالتالي ما راح يستمر العملية، راح تكون مؤقتة. العملية المعاكسة، يعني هذا لو حبيت أعكسها أنا العملية، فأقول let circuit نفس النوع، let circuit with the PC switch off dominant، اللي هو هنا switch on هنا switch off، okay. فهنا عملية عكسية، لاحظ أنه عندي الـ I0.0 اللي هو parallel مع توازي مع الـ Q4.1 خرج هذا، ولاحظ الـ I0.1، وهنا مفتاح بطبيعته normally open، هنا مفتاح بطبيعته normally closed، أوكي. مجرد أني أنا أضغط على المفتاح هذا ضغطة واحدة on push button، أوكي، راح يتفعل اللاين هذا، يشتغل اللاين، توصل التغذية هنا، يصير الخرج هذا Q4.1 للحظات ملي سكند راح يكون 1، وبالتالي راح يكون الخرج هذا 1 هذا 1، فبالتالي راح اللي هو يكون متصل. مجرد اني انا اضغط على 01 ضغطه واحده راح يكون اللي هو ينقطع التغذيه عن Q4.1، وبالتالي هذا اللي هو المفتاح راح يكون، او عفوا الخرج المرتبط مع هذا راح يكون بصفر، فراح يقفل. نفس فكرة هذا، نفس الفكرة راح تكون هنا، أوكي؟ ولكن هنا الغالبية اللي هو يسمى on dominant، اللي هو يعني يعتبر كأنه نستطيع قول أنه نفس العملية، نفس المبدأ الأساسي، نفس الفكرة كلها، نفس الفكرة تعتمد على الخرج، ولكن هنا يعتبر كمفتاح أساسا للتشغيل، هنا أساسا لي اللي هو للإقفال، وهو نفس الشيء، هذا راح يكون ستارت وهذا راح يكون ستوب، هذا راح يكون ستارت وهذا راح يكون ستوب. طيب الطريقة الأخرى عشان ما تنسون الفكرة هذه، أستطيع استخدام طريقة أخرى اللي تذكر مع الـ PLC، أستطيع بدل، لأنه في عيوب لهذه، يعني أنا أرى فيها عيوب ولكن كبداية أوكي. الآن أنا الخرج هذا Q4.0 أنا خسرت خرج على الـ PLC، أستطيع التعويض عنه
بطريقه اخرى. اوكي بطريقه اخرى، ايش هي الطريقه؟ استطيع الغائه، الغاء التسميه هذه، شيل التسميه هذه، واسمي استخدم جزء من الذاكره اسميه ام، ابدا في ام، لا بديت في ام خلاص راح اللي هو يحجز لي جزء من الذاكره واسميها ام 0.1 مثلا او ام 0.0 ام 0.5 ام 1.0 مثلا ام 0.1 و ام 0 نفسها 0.1. طيب ايش راح استفيد؟ ما راح اخسر جزء اللي هو ما راح يشتغل عند الخرج كيو 4.0، ما راح يعمل. اوكي ما راح استخدمه في تطبيق اخر. اوكي طيب اذا بستخدم نفس الاسم خلاص اكرر هذا الاسم، فانا ضمنت انه في عنوان حددته اسمه ام 0.1، حددت الادرس حقه تمام، والخانه هذه استطيع اني اخزن فيها يا 0 يا 1 يا اون يا اوف. اوكي فبدل ما استخدم الكيو استخدم الام، ام واللي هو الادرس تبعه، ام والادرس في الميموري خلاص ما راح تبان لي، راح تكون مخزنه في الذاكره. واضح هذه الفكره شباب؟ ان شاء الله يا استاذ ان شاء الله. طيب لحظات، دون لحظات عند الجهاز شويه.